قلت لطفي العبدلي لا يضحكني وهو ليس كوميدي. ايه يمكن انتم العناوين بركة قلبتوها، ما انا ما قلتش بالضبط هكاك. ايه رايك؟ ليه مسجل عندي؟ ليه رياض هكا تو تولي تقول؟ مش بالطريقة هذه معناها. قدر انتم تعملوا عنوان 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 باش يبيع في الجريدة. لطفي العبدلي ممثل، بالعكس باهي ياسر لطفي العبدلي. برشا فنانين وكل في معناتها في مستوى نتاع جرأة كبيرة ياسر، وشرط تسلك اليوم صدمتني انا. بالله سامحني. في لاباس يسبوك في تسعة في التاسعة مساء يسبوا نهار الكل في جزمة الأخرى في صراحة راح يسبوا كي خليني الأخرى نظر شوية مش كيف تتعب أنا الأخرى سبيت وقت الناس ما تسبش. إيه خلص حبي يكتب يكون مشهور مع الكزار والكزار صحيح. قال لي راني رياض ما اعفيني مانيش باش نكون عندي الوقت في الحكاية. عمري ما طلقت النار على على سفيان الشاعري. وضح انا فرصة مش وضح اطلقت على سلسلة. لا 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 على شوف لا لا ما طلقتش لا 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 ما كنتش ما قلت جيب الارشيف ليه موجود اعطيني عاد لا لا عاد تبدا تجيب فيها سلام من راسك. لا مغرق في الدبلوماسية دروعك في الدبلوماسية وقريب شوف الخطة انا دبلوماسي انت وزير خارجية نشوفكم. انتظرونا نهار الثلاث مع 8:30 على قناتكم وقناتنا موزيكانا. ها ردبكم تخلفوا.